مساء الفل والهنا ايه آه زيكم على فكره لما بنعمل حلقات عن فتره الثمانينات والتسعينات والسبعينات والحاجات دي والناس كلها تحس ان كان في ثراء فظيع جدا في المزيكا والغنى في الوقت ده آه احيانا بعضهم يفكر يقول انه الزمن ده راح وما بعدش في هذا الثراء تاني يمكن يكون حصل جابة حصلت شويه فراغ كده في فتره الثراء بتاعت دي والفتره اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي لانه البلد دي طول الوقت عماله تنتج فن وتنتج ثقافه وساعات كده اللي يحصل ركود علشان بتبقى نقله من جيل لجيل ونقله من طعم مزيكا لطعم مزيكا وبعدين تتجمع التجارب وتبتدي تظهر بقى حاجات على السطح كده ويبتدي يبقى ليها ناس بتعشقها ويبقى ليها جمهور خاص بيها ويبقى ليها كمان قابليه وطعم يقدر يتذوقه الجيل اللي قبله والجيل اللي بعده وهكذا. فاحنا بنتكلم النهارده عن حاله من الثراء اللي موجوده في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده والحاله دي عندها جمهور كتير جدا وبنتكلم عن جيل من الشباب صغير بقى له مطالب معينة في نوع الغنى اللي بيسمعه بقى بيميز الكلام بشكل مختلف وبيستطعمه بشكل مختلف بقى فيه حرية أكتر في تناول الأفكار والجرأة والإقدام عليها لأنه ما بقتش حكاية محتاجة الإنتاج الضخم بتاع الألبومات بتاع زمان ده اللي لازم يبقى حد معاه فلوس كتير قوي وعمال ويخسر الكلام ده يعني دلوقتي بقت التجارب أكتر ثراء لانه الناس قادره تعمل التجارب المهم ان في حاجه اسمها اندر جراوند ميوزك والمزيكا اللي من النوع ده ليها فانز اعداد مهوله مهوله الحقيقه يعني انا عشان من 17 جيل قبل كده بتخض لما بعرف انه يا ده عندهم مستمعين كتيره جدا ومحبين كتير قوي وبعدين أبتدي اتشد شويه وافهم هم ليه بيحبوا النوع ده من المزيكا وادخل في طابور المعجبين انا كمان من الحاجات بقى اللي احنا النهارده بنعمل بيها سق وهنقدمها اول مره محدش عملها قبلنا ان احنا لقطنا حاجه اسمها اتش او اتش انا الاول قلت يا جماعه دي اس او اس ده في حد غرقان ولا حاجه وعمال يقول سيف اور سولز ولا اعملوا اي حاجه ولا النجده ولا مش عارف ايه قالوا لي لا ده اتش او اتش اتش او اتش يعني ايه هولد اون هاني كمون بيبي يعني ايه ال... <applause> عرفت بقى ايه الحكايه اتاري اكمنه هم كانوا عاملين فرق مختلفه في الاندر جراوند ولانهم عمالين يلونوا ويمزجوا ويجوزوا المزيكا لبعضها ويفصلوا الحاجات ويرجعوا مش عارفه ايه ويستطعموا حاجه كده فراحوا الثلاث فرق اللي كانوا يعني شغالين كويس جدا جات لهم جنونه ان هم يعملوا منتج جديد من ثلاث فرق موجوده فعلا في الحقل او في السوق عايزين انا اكمل ولا نسلم عليهم الاول هنسلم عليهم الاول ونقول الاستاذ هاني عادل نجم السينمائي والتلفزيوني والحاجات الجامدة والأستاذ هاني عادل آه فرقة وسط البلد فاكرين بقى هو ده بقى نوستالجي حضرته مش قوي يعني, يعني. ده... لا ما <تصفيق> <مبودين>. <تصفيق> انت من 98 <applause> وتسعين؟ <أوه. تصفيق> ليش وانا انا لسه مشيكه شعرك الابيض ده جه منين عشان ما تفضحنا طلع وراسي عشان بس ابقى اهو بقى <applause> بروقك <بقى> <يا. تصفيق> <تص والاستاذ هاني الدقاق مسار اجباري فرقه كمان ليها تاريخ واحنا قدمناها هنا وعملنا معاها حفله وحلقه عظيمه يعني والاستاذ اوسو من فرقه نغم مصري طيب تلات فرق بطعم كل فرقه ليها طعم طب ايه اللي يخليهم يفكروا هم الثلاثه يجتمعوا مع بعض مين اللي هيحكي لي طب اقول لك ال... بدايه الفكره جت ازاي هي بدايه الفكره جت انا دايما كنت بتقابل انا وهاني في حفلات يعني مسار اجباري بيلعبوا مع وسط البلد او العكس بنروح اسكندريه او بيجوا القاهره فدايما كنا بنقول يلا نعمل حفله اكوستيك يعني بجيتارين كده احنا الاثنين ونقعد نغني مع بعض فبعد كده ايه؟ أكوستيك. أكوستيك. اكوستيك اكوستيك, أكوستيك. أكوستيك. أكوستيك عشان بتبقى بالجيتارات الاكوستيك مش مش جيتارات الكتريك آه بدون توصيلات بدون يعني توصيلات قوي بالظبط شفتني شفتني لما عرفت ام تي في ايام بالك اه <تصفيق> <تصفيق> فبعد كده سمع عن الموضوع ان احنا عايزين نعمل كده فهو اتحمس قوي ومن الناس اللي حمستنا ان احنا طب يلا بقى نبدا واحد وصديق لنا بيلعب في مصاري اجباري اسمه ايمن مسعود م. هو اللي كان مصمم من الفكره تتعمل كمان م. وبس فقررنا ان احنا نعمل كده وكانت اول حفله لينا في مكان صغير جدا في المعادي حتى اول ما عملنا اعلان عن الحفله بعد ربع ساعه بالضبط التيكتس كلها سولد اوت اه دي الظاهره بقى اللي انا كنت عايز احكي لكم عليها اولا الـ اتش او اتش عملوا ثلاث حفلات اربعه اربعه تياترو احنا خلينا تقريبا اربع اربعه الاربع أربع آه حفل. أربع 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 أربع. أربع. أربع حفلات دول ما تفهمش يا اخويا العيال عرفوا منين وجوم جري وبقى في ضرب على البيبان وجوه زحمه قوي والناس واقفه وقاعده وقاعده على اكتاف بعض وبتاع وبره في خناقه وناس عايزه تخش حاجه ملفتة للنظر جدا انه الله ايوه هم عارفينهم ايوه هم نجوم لكن ايه التكوينه اللي العيال عرفوا وجري ما محدش قال لي على فكره كنت عايزه اجري بحب أنا اقعد اجري مع العيال كده وانزاحل او النبي بقول لي فالفكره ان انتوا هل بتتحرروا من الحاجات الكتيره الايكويبمنتس اللي بتشيلوها والامبليفايرز والمش عارفه ايه وانكم تبقوا حركتكم اسهل ولا ان انتوا بتوحدوا طعم الاغاني من الثلاث فرق وبتعملوا حاجات جديده ولا ايه إحنا ما فكرناش بصراحة في كل الحاجات دي. <applause> إحنا فكرنا إن إحنا نلعب مع بعض. بس كده. آه هي م. اللي كانت الفكرة الأساسية إن إحنا عايزين نعمل حفلة. م. إحنا كل واحد فينا بيعمل كذا حاجة في المزيكا م. يعني هاني بيلعب تقريبًا كل الآلات. أوسو اه راجل معدي يعني من أحسن الناس اللي موجودين في الشرق الأوسط بيلعبوا جيتار. آه و... وأنا فرقة موجودة ولها أغاني وحاجات كده. فكل اللي إحنا فكرنا فيه إن إحنا عايزين نتجمع إحنا الثلاثة نقعد نلعب شوية مزيكا. في اي مكان زغمتوت مش عايزين حاجات تبقى ضربه يعني وتبقى كده يعني. فلما جربناها اول مره لانها لطيفه م. جربناها تاني مره لانها الطف م. رحنا سينا لعبنا هناك لقينا لا مش هينفع بقى نبطل يعني في الاول احنا كنا بنقول تعالوا نلعب م. مع بعض وبعدين بعد شويه لقينا لا, لا احنا هنكمل شويه ونبتدي نعمل اغاني للفرقه دي ويبتدي يبقى ليها صوت مخصوص غير الفرقه بتاعتنا وكده ولما حصل كده جينا هنا بقى البرنامج الام الذي قوسوا انتوا نغم مصري فين؟ مفيش ليه بقى؟ اه انتهت للاسف ليه؟ عشان يعني بصراحه كده ان بيجي وقت بيبقى الاعضاء الاساسيين ينشغلوا بحاجات تانية او الروح راحت من ال... حتى ان احنا يلا نعمل للاسف يعني هي دي على فكره ظاهره قد تكون احيانا بايخه لكن بت... بينتج عنها حاجه احلى يعني الفرق بتتعمل وما بتطولش ما بتعمرش كتير لان ظروف الناس بتختلف وال... والحاجه اللي جمعتهم بتكون او الظرف اللي جمعهم بيختلف بس في ال... يعني في لا وقت بتكونوا عاملين تكوينات تانية بسرعه واللي لسه مكمل على طول ما بي... ما بيسيبش يعني المجال اه بتهيالي لان هو جيل واحد واوريدي كل واحد فينا كان يعرف التاني ويخرجوا مع بعض اللي خد مع التاني ورك شوب اول ما بيلاقي فرصه ان هو يلعبوا مع بعض بيحصل ده وده اللي حصل يعني طيب مم. دلوقتي اوسو عازف جيتار ماهر جدا ومينلي اللي مش كده لا لا خالص بتلعب كل الالكترو مش ومش عارف ايه بقى... والميتال ده والهيفي ميتال وكلاسيك والكتريك ده بالنسبه لنوع الجيتار اه بس ستايل المزيكا بلعب حاجه اسمها فيوجن يعني مش بحب نوع معين من المزيكا حته من هنا حته من هنا حته من هنا وبيطلع صوت آه وبتلعب ايه تاني ولا تخصص في تاني بيز آه. جيتار آه بوزوكي آه. آه شويه كل عود طب ما هو بيلعب بوزوكي الاستاذ آه؟ هو في اغنيه تانية هو بيلعب فيها بزوكي آه. يعني آه. احنا بنبدل بنلعب هو لما آه. شافه بيلعب لما أنا كل قال لا انا لازم العب شفتني بلعب الاله بتاعتي اخدها من اللي بتاعتي اصلا الجيتار لا البوزوكي, طيب <applause> يعني انتوا الاثنين بتنوعوا هو ملبسينه الجيتار لوحده اهلا بالعكس هو عشان بونجوز وانت بتلعب على الكرسي اللي قاعد عليه آه بتلعب على كله مش كده؟ اه يعني انا عشان بعرف شويه في الايقاع آه. فاستغليت شويه شويه الحاجات المعلومات الصغيره يعني اللي عندي في الايقاع ان انا آه. استغلها معاهم لان احنا في الاول كنا نلعب بس جيتارات ومندولين ويعني آه. الات وتريه بس وطرية. فقلنا بس مش يعني بعد شويه ده احيانا يعني بيبقى ممل فتعالى نزود الات ايقاعيه فانا مم. الحاجات اللي بعرف اعزف عليها جبتها وبدات اتدرب عليها اكتر مم. وكان عندي اكوبمنتس كتير انا بحب اشتري الات ايقاع اصلا مم. فاستخدمناها بقى كلنا ما... بنلعب مع بعض دي تروح عنده الاستوديو تلاقي حاجات غريبه جدا اه ولعب كده كتير وحاجات في اه. <تصفيق> 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 ودي بتهيألي الطف حاجه في اتش او اتش ان احنا بنتحرك <applause> يعني بنلعب اللي احنا خلينا بس نقول لهم ان اتش او اتش يعني هاني اوسو هاني بالظبط هاني مين فيهم الاولاني مش مشكله مش فارقه يعني العيال بتحب منكم الغنى ده ليه تفتكروا طعم الغنى اللي مختلف طبعا عن اللي قبلكم بكتير مش اللي قبلكم يعني قصدي منين ما خلصنا بقى حميد الشاعري والنوع ده من الغنى كله لاخره انتوا طعم بمجمل الفرق مختلف تماما <applause> بيحبوا منكم بقول العيال ان انا عندي احساس دايما بالامومه ناحيه اي حد حتى لو عنده 70 سنه برضه بيبدو <applause> لو <دلوز. تصفيق> انه صعيل يبقى عيل اوكي <applause> طيب بيحبوا منكم ايه هو اول حاجه الليركس دي بدايه اي تركيز أي... شديد على الكلام طب بدايه اي اغنيه اصلا بدا... اللي بتستفز اصلا ان حد يلحن او ان هو يعمل مزيكا وبعد كده شكل المزيكا الجديد ان حد يبقى كرييتيف في تقديم الاغنيه دي هتبقى ايه شكل التوزيع عامل ازاي؟ حتى لو كان بجيتارين وآلة إيقاع وجيتارين جيتارين مم. بس آه. بالظبط فهي الناس بتتخض ان هو ازاي ثلاثة وطالع منهم الصوت ده دي حاجة مم. فلما بييجوا يسمعوا بيسمعوا ليركس كمان بتعجبهم وبتلمس مم. حاجة فيهم وقريبة منهم مم. يعني مش عشان في كل زمن كل جيل ليه لغة مم. وليه بالزبط. مفردات معينة احنا مش كده احنا اوبن أكتر ان احنا أي كلام احنا نفسنا نقوله او بنسمعه او بنحسه بنقوله فاكيد بيقابل ناس كتيره جدا بتحس زينا ونفسها تقوله برضه بس مش عارفه مم. فاعتقد ان هو الليركس وشكل التوزيع الجديد وان الشكل المبهر ان ان احنا كل حد بيعزف حاجات كتيره قوي مع بعض مم. وكل حد بيعزف كذا اله وبيشوفوا هاني اول مره يلعب ايقاع مثلا شوفني اول مره لعب مندولين اسمها ايه البتاعه دي اللي هي بدل البونجوس دي؟ إيه اللي جيمبي. هي واحده كبيره كده آه جيمبي جيمبي دي قديمه من زمان؟ دي مش حاجه افريقيه ما شفتهاش حاجه من افريقيا من زمان قوي بس ده, ده الشكل المعدل ليها بس, هي... بس هي بتتشد بحبال وجلد آه. على خ... على جذع شجره مجوف آه. ومرسوم عليه من... آه. كمان زي القيمة كده آه. وسط البلد المكان جميل لما تتمشى فيه هتفتكر القاهرة بتاعت زمان من غير دوشة ولا زحمة من غير أي إضافات تضايقك خلينا ناخد وسط البلد بما إنها الأقدم مش كده؟ صح؟ ده صحيح طيب، أنتوا واخدين منها إيه في اتش أو اتش؟ اتش او اتش بنغني مثلا اغنيتين لان انا ب... معظم الحاجات اللي بلعبها حاجات أوريجينال يعني حاجات كنا كنت انا عاملها وما غنيتهاش مع حد خالص. اه ف... انت عاملها مثل... يعني ايه؟ انا كنت ملحنها وما غنيتهاش مع حد. اه مغنيها لنفسي كده. م. فلما هاني وقوشه سمعوها عجبتهم فبقينا نغنيها بس عملنا لعبه كده ان هاني اختار اغنيه من ال... من المعروفين بتوعي اللي هو زي بتاع وسط البلد يعني زي مم. تسمحي لي مم. فهو بيغني بيغنيها بصوته مم. وانا اخترت اغنيه من مسار اجباري اللي هي ريتك معايا بغنيها بصوتي حلو قوي دي اللعبه مثلا آه. وخدنا اغنيه زي عنقيني معروفه برضو لوسط البلد جدا آه. وعملناها توزيع مختلف مختلف خالص اه اعتقد دي اغنيتين بس آه. بس احنا قدام يعني بنفكر ان احنا يعني ان احنا هنلعب اغاني بتاعه اتش بروجكت اتش اتش بطعم اتش اتش بصوت اتش اتش اه H فاترين ايه حكايتها؟ فاترين هي الحان صديق لي اسمه احمد مصطفى في فرقه اسمها مدينه وغنيتها معاهم زمان وكانوا لما حبوا يسجلوها يعني جابوني عشان انا اللي سجلها كغنى معاهم ومعاهم مغني اسمه جو اه, آه زمان ده اللي هو ساعه كام؟ زمان اللي هو ربع ساعه كده لو ان لا بجد مدينه فرقه <applause> مدينه <applause> بقى لها هو كان الاول كان اسمهم سيتي باند آه. وبعد كده انفصلوا فاحمد بقى وفيصل بقى لوحدهم فرقه اسمها مدينه اه وفرقه مدينه دي اللي نفذت معاهم الاغنيه ايوه من كام سنه ده من تقريبا ثلاث سنين طيب تقريبا. حصل ايه بقى ما فيش هم قالوا لي تعالى عشان احنا عملنا توزيع لها وعايزينك تغنيها معانا واحنا بنغنيها عايزين نعمل موال في النص فجبنا فخل... جبنا وليد عبد المنعم اللي هو كاتب الاغنيه اصلا عشان يكتب موال فيها في النص كده اللي انا لسه هنقوله ده آه. ف و... وجبنا جو يغني معايا الموال أه بس انا غنيت بقيه الاغنيه كلها آه. هي من توزيع مدينه وانا قليل قوي لما اختار اصلا الأغنية اغنيها من الحان حد تاني اه احمد مصطفى اكتر حد ممكن يكون بيلحن حاجات قريبه مني وقريبه من صوتي يعني هل حقيقي انتوا دلوقتي في اتش او اتش غنيتوا آه قوم الفيور شيب على اليوتيوب نطت نطه قفزت قفزه هائله لاغنيه فاتارين الاصليه مع أوه. مع مدينه اه اه يعني انا عرفت الأول مره انا سوري انا اسفه مش معرفش مدينه, مدينة. مش عارفاها <applause> أه بس عرفت بس سمعت بقى فاتارين فما عدنا ندعبس كالعاده بصينا لقينا انه الفيورش شيب بتاعت الغنوه الاصليه ع... در... امتى يا ابني حصل ده انتوا هم مع حفلات مهم ما هو عشان تانية ثانيه خالص احنا يعني الناس اللي بيجوا يسمعونا مش محتاجين الميديا العاديه اللي الناس بتعمل مم. مش التلفزيون يعني بيتعاملوا أكتر مع الانترنت آه. فهم لما بيعرفوا عن طريق الانترنت ان في ثلاثه هم عارفينهم من ثلاث فرق آه. وبيحبوهم وبيحبوا غناهم او بيحبوا عزفهم متجمعين مع بعض فلازم يشوفوا الحدث ده حدث بالنسبه لهم جديد مم. فبس ده اللي بيخلى الناس بتقول لبعضها يعني دايما هي وورد اوف ماوث اكتر